هو في الحقيقة هذه سابقة وهذه لقاء هو لقاء مهم ولقاء مع رئيس الحكومة وواحد وعشرين وزير أو وزير اللي حاضرين في الجهة مع المصالح المركزية والجهوية. هذا لقاء مهم ولكن كان يكون أهم لو كان فيه جلسة عمل ودراسة المواضيع الحقيقية اللي تخبط فيها جهة طنجة الدول العزيمة. كان يمكن يكون هذا اللقاء أهم لو كان ما فيهش لقاء تواصلي، لو كان ما فيهش لقاء من أجل التشخيص ديال القرارات. كنا نتمنى من السيد رئيس الحكومة باش اليوم يكون يعني الوقوف بشكل عملي على القضايا الكبرى اللي تتخبط فيها جهة طنجة الدول العزيمة. كنا اليوم بغينا نشوفوا وزان اش وقع فيها، نشوفوا الشاون، نشوفوا العريش، نشوفوا الحسيمة، ما نشوفوش غير طنجة تطوال المديخ، لأن اللي تيجي لطنجة تطوال المديخ تعتقد بأن الجهة كلها بنفس الطريقة وبنفس التجهيزات، ولكن العكس هو اللي صحيح. كاين مناطق الآن وليدات الناس ما تيدوش وليداتهم المدرسة، لأن ما عندهمش القنطرة على الشمش. كاينين الناس دابا معزولين، كاينين الناس دابا ما عندهمش الماء ما يشربوا، كاينين الناس دابا ما عندهمش الضوء باقي تدوروا في اللمبة في جهة طنجة تطوال المديخ. مزيان داكشي اللي دار الكثير، ولكن باقي واحد الجزء مهم للمواطنين سواسية أمام القانون وحقوق أساسية اللي تنص عليها الدستور اللي خص المواطن يعني المغربي يعني توفر. هو السيد الولي كانت عندنا جلسات معاه طوال، والسيد الولي الأبواب ديالو دائما مفتوحة، والسيد الولي دائما تخدم خدمات، ودرسنا معاه الخصائص والنقائص اللي كاينين في وزان. ولكن احنا بغينا الحكومه اللي حاضره معنا في جهه طنجه تطوان يعني تخصص الدعم للسيد الوالي والساده العمال والمنتخبين باش يمكن لهم يعالجوا القضايا، لانهم اللي تيوقع احتجاجات واعتصامات ما تيجيش السيد رئيس الحكومه يحل المشاكل، ولكن تكون السيد الوالي والسيد العامل وباقي المسؤولين هما اللي تتحاوروا، والحوار مع الناس خصو يكون من اجل اعطاء الحلول. ولهذا كنت نتمنى من السيد رئيس الحكومه اللي هما باش يكون حلول عمليه، ما يكونش فيه نقاش تواصل لا اقل ولا اكثر. وهذا علاش انفعلت، لانه انا ملي غنرجع لوزان ما غيمكنليش نرجع لهاد المواطنين ونقول لهم ودي حنا جلسنا وناقشنا مع السيد رئيس الحكومه وكلي شربنا تي ومشينا بحالنا. بغينا نرجع ونقول لهم السيد رئيس الحكومه المحترم قرر ما يلي انجاز كذا وكذا وكذا، ولكن للاسف غنرجعوا خاوي النفاق. واش المواطن تفهم لقاء تواصلي تشخيصي؟ ولهذا كان لابد من نتكلموا بواحد الحده، لان احنا سفراء ديال المواطنين ولابد ما خصنا نبلغوا الرساله يعني للناس اللي معنيين والمسؤولين على الحكومه باش يستدركوا الاخطاء ديالهم.